الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مدبولي يتابع جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. 20 دولة تتعهد بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا، وواشنطن تشدد على مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ومستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق مصر السيادي هو استقطاب الاستثمارات والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة. من جهته أوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة. كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية. قامت الدولة بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة ويضع حلولا وتوقعات للتعامل مع مختلف سيناريوهات الأزمات العالمية. في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، تعد الموازنة الأعلى إنفاقا على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية. وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه عام 2021-2022، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 1.8 تريليون جنيه عام 2021-2022. وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5% خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 5.7% في 2021-2022، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% بالموازنة الجديدة مقابل 6.2% عام 2021-2022. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقيها عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات في إطار الحوار الوطني. وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وبعرضها للحوار، لتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، نستعرضها في التقرير التالي نتابع. لا تقتصر الضربات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة على ضبط العناصر القائمة على جلب وتهريب تلك المواد، بل تمتد إلى حرمانهم من الاستفادة من الأموال الطائلة المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي. من هذا المنطلق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من عنصرين لقيامهما بغسل 1.171 مليار مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.
كما وجهت الإدارة ضربة أخرى لمافيا غسل الأموال، حيث تمكنت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر بجنوب سيناء لقيامهم بغسل قرابة 62 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات في محاولة منهم لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. واستمرارا للجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين بالمنيا لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهما غسل 19 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة وشراء أراضي وعقارات وسيارات بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. كما تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالغربية لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وتربحهم لمبالغ مالية طائلة من وراء هذا النشاط الإجرامي ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لها بالبنوك ومكاتب البريد وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدر قيمة تلك الممتلكات بقرابة 8 ملايين جنيه. ومع الاستمرار في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحرمانهم من الاستفادة منها، نجحت الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالقاهرة والجيزة والقليوبية لقيامهم بغسل قرابة 7 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. وتستمر وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة كأحد صور المكافحة غير المباشرة لهذا النشاط الإجرامي وتجريد العناصر الضالعة فيه من ثرواتهم الطائلة الناتجة عن هذا النشاط. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طنا وضبط 25 نصف طن دقيق أبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط 33.5 طن دقيق مدعم سكر تمويني في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط أيضا ما يقرب من 39 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وأما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقماح محلي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وخلال الاتصال أعرب جوتيريش عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن. من جانبه أكد شكري أنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمله في أن تسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن وفي تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التغلب على تحديات المناخ، وأعرب شكري في جلسة حول جهود التكيف مع تغير المناخ بمنتدى دافوس عن تطلعه لمشاركة دول العالم في مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ.
تركز الآن على الخدمات الأساسية، ولذلك يجب أن نركز كذلك على مسألة التكيف مع تغير المناخ وتمويل التكيف مع تغير المناخ، خاصة في خلق نموذج أعمال يمكن أن يحفز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الحد من أثر تغير المناخ والتكيف معه. في كوب 27 فإنني أتطلع إلى الاستماع إلى وجهة نظركم للتأكد من أننا سوف نتعامل مع مسألة تمويل التكيف مع تغير المناخ وتوفير التكنولوجيات التي تحتاج إليها، مع تذكر أن ما نحتاج إليه في الدول النامية يجب أن يركز على التنمية المستدامة، ويجب أن نوضح كذلك أن مسألة الصمود تعد الأولوية الأساسية، ونقوم بذلك من خلال الشراكات بين القطاع العام والخاص، وكذلك حشد الموارد وتمويل تغير المناخ والمشروعات المرتبطة بها. وهناك رسالة قوية لطمأنة كل هؤلاء الذين تأثرت معيشتهم ودخلهم بسبب تغير المناخ. وخلال مشاركته في المنتدى، التقى وزير الخارجية سامح شكري كلا من الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بنائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الترويج لأسلوب الحياة الأوروبي مارغريتاس شيناس. قد تناول اللقاء مجمل أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد شكري على الإمكانيات الكبيرة لزيادة مجالات التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. كما تناول أيضا اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتدريب المهني والتعليم الفني. وانطلقت رسميا أعمال منتدى ديفوس تحت عنوان التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل، وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم بعد تخفيف الحكومات للإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا. في وقت يقف التاريخ فيه عند منعطف حاسم، تعود النخب السياسية والاقتصادية العالمية إلى ديفوس بعد عامين من تعليق المنتدى الاقتصادي العالمي حضورياً بسبب وباء كورونا. آخر اجتماع حضره قادة المنتدى حضورياً كان في يناير من عام 2020، وفي تلك الأثناء كان مرض غامض قد بدأ يظهر في الصين مثيراً المخاوف، غير أن اهتمام العالم كان منصباً أكثر في المنتدى على مواجهة كلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والناشطة من أجل المناخ غريتا تومبيرغ. حال العالم تغير منذ ذلك الحين، فتفشى وباء كورونا على نطاق واسع محدثا صدمة للاقتصاد العالمي، ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض كما تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، ومعها تزايد التضخم وبدأت عملية عسكرية روسية في أوكرانيا. وإن كانت الأزمة في أوكرانيا ستخيم على الاجتماعات، فإن برنامج المنتدى يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين التغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مرورا بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية وحتى عالم ميتافيرس. فعاليات العام الحالي تشهد حضور نحو 2500 مشارك، بينهم العديد من رؤساء الشركات وأكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، فيما تغيب عنه شخصيات من الصف الأول مثل الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مع استبعاد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إن نحو 20 دولة قد أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء اليوم بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة. من جهته أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية. ساهمنا في مساعدة أوكرانيا والوقوف ضد الهجوم الروسي، وهذا يتوقف على نوعية المساعدة التي نقدمها. وأود أن أقول أخيرا أن الوزير عبر التركيز على المخاطر وعبر
دي تقدير ما سيحدث. تمكنا من فتح قنوات الاتصال ما بين المؤسسات العسكرية، وكما تعلمون أنا اتصلت بنظيري الروسي. لن أشارككم تفاصيل هذا الاتصال، ولكن نعتقد أن ذلك الاتصال كان مهما جدا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع المؤشرات تعد إيجابية وتفيد بأن الاقتصاد الروسي سوف يتصدى وبنجاح للعقوبات الغربية. وشدد بوتين خلال لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أهمية الاعتماد على التعامل بالعملات الوطنية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز قيمتها. من جهته قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه يجب وقف حرب المعلومات ويجب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك لمنع التصعيد، مؤكدا أن الغرب أخطأ في تقييم الإمكانيات الاقتصادية لكل من بيلاروسيا وروسيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بطوكيو، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط التوتر مع الصين وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وشدد الرئيس الأمريكي على أن روسيا يجب أن تدفع ثمنا طويل الأمد على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو من الولايات المتحدة وحلفائها ستستمر. قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة وزارية تسمى بلجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي للنظر في كافة الأمور المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. وقال وزير التجارة الكويتي فهد الشرعان، قال إن مهام اللجنة تشمل بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وأيضا الإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي. بلغت الخسائر التراكمية التي تكبدتها اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ ظهور وباء كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية نحو تريليوني دولار، وذلك وفقا للأمم المتحدة. وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على ملايين البشر حول العالم، وطالبت بوضع حلول عاجلة لوقف تدهور الاقتصادات الفقيرة. يذكر أن بنك التنمية الآسيوي كان قد خفض من توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 5.2% من 6.9% خلال العام الجاري، على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الأزمة الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا. أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدمز حالة الطوارئ في المدينة بسبب نقص الإمدادات الخاصة بحليب الأطفال، مما يسمح للمسؤولين باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التلاعب في أسعاره. هذا وقد وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادمة من ألمانيا، وعلى متنها عدة أطنان من عبوات حليب الأطفال الذي تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نقصه خلال الأشهر الماضية.
في محاولة لمعالجة النقص الحاد من حليب الأطفال في الولايات المتحدة، وصلت طائرة شحن عسكرية إلى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية حاملة أول شحنة من حليب الأطفال من أوروبا. لجوء الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة للمساعدة في زيادة الإمدادات من حليب الأطفال يعكس الأزمة الحالية التي تعيشها الأسر الأمريكية في التاريخ الحديث بسبب مشاكل الإمداد وإغلاق أحد المصانع بعد سحب منتجات يشتبه في تسببها بوفاة رضيعين. ما وصل حتى الآن يعادل حوالي 15% من حجم الاحتياج الوطني الإجمالي هذا الأسبوع بحسب تصريحات مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض براين ديزي، إلا أنه أكد أن شحنات أخرى من الحليب المجفف ستصل قريبا على متن رحلات أخرى. ومع وصول التضخم إلى مستوى قياسي منذ 40 عاما، تكافح المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل توفير ما يكفي من لبن الأطفال، حيث يحاول المصنعون الإنتاج بكامل طاقاتهم ويصنعون أكبر قدر ممكن، إلا أن هذا لا يزال غير كاف لتلبية الطلب الحالي، الأمر الذي يجعل الكثير من الأسر الأمريكية في حيرة من أمرهم لأسابيع وربما لشهور إزاء أزمة حليب الأطفال المصدر الرئيسي لتغذية الطفل. التاسعة متواصلة ونتابع فيها. الصين تنتقد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن التي قال فيها إن بلاده مستعدة للدفاع عن تايوان عسكرياً. في العراق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية توسع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في بلاده. وقال الكاظمي خلال استقباله لوفد من البرلمان الأوروبي إن العراق يولي أهمية كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتطوير سبل التعاون المشترك مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية في مجال التدريب والجاهزية. قتل 6 أشخاص على الأقل من بينهم 3 من عناصر الشرطة في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك شمال العراق. وقد أوضحت مصادر أمنية أن عناصر التنظيم قاموا بداية بحرق مساحات زراعية، وأثناء حضور بعض العناصر الأمنية ومدنيين لإخماد النيران تعرضوا لهجوم من عناصر داعش الإرهابي، مما أدى لمقتل 3 من عناصر الشرطة و3 مدنيين. قال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني إن الولايات المتحدة تلعب بالنار، وذلك بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن تايوان عسكريا في وجه أي هجوم صيني. وقال المتحدث باسم مجلس الدولة الصيني إن الولايات المتحدة تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني فومو كيشيدا عقب مباحثاتهما اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو. أنا اليوم استثمرنا في التعاون بين دولتينا وقدمنا نتائج إيجابية لشعوبنا، مثلا عملنا على تطوير شبكة 5G أو 5G، وقد قمنا بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لا سيما فيما يتعلق بأشباه الموصلات. وبالاستجابة إلى أزمة كورونا فقد بنينا نظام صحي وتعاوننا في هذا المجال أيضا، ونأمل أن نتعاون أيضا في الأزمات الصحية المقبلة من خلال العمل مع مركز الصحة الأمريكي CDC واليابان. وبعد ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع 11 دولة أخرى ستطلق الاتفاق الإطاري الاقتصادي الذي يلزمنا بالتعاون مع الدول المنطقة للتصدي للتحديات التي نواجهها في القرن 21.
أدى زعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانسي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الجديد، وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة، مما أنهى حكم الائتلاف المحافظ الذي استمر لنحو 10 سنوات. بعد 9 سنوات يعود حزب العمال الأسترالي للسلطة، حيث أدى زعيم الحزب أنتوني ألبنيزي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء 31 في تاريخ أستراليا، منهيا قرابة 10 سنوات من حكم الائتلاف المحافظ. وعاد حزب العمال إلى السلطة بعد تحقيقه فوزا في عدة معاقل حضرية بفض مرشحين مستقلين أغلبهم من النساء، عقب حملات من أجل مزيد من العمل بشأن تغير المناخ والنزاهة والمساواة بين الجنسين. رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبنيزي تعهد بإعادة إطلاق علاقات بلاده مع العالم وتغيير سمعتها كدولة وصفت بالمتقاعسة في مجال مكافحة التغير المناخي في وقت يسابق الزمن لتشكيل حكومة قبيل انعقاد قمة مهمة في طوكيو. في خطاب النصر أكد ألبنيزي أنه ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ والانخراط مع العالم في شأن هذه القضايا. بعد النصر الانتخابي الذي أسدل الستار على حكم المحافظين الذي استمر قرابة عقد من الزمان، تحدث ألبنيزي عن حقبة مقبلة ستكون أستراليا فيها أكثر إنصافا وصديقة للبيئة وبعيدة عن السياسات الصدامية. قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن خطر انتشار مرض جدري القردة منخفض للغاية ولكنه مرتفع لدى مجموعات معينة. وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا أمون أن معظم الحالات الراهنة صاحبتها أعراض خفيفة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة المعنية بالأمراض المعدية في الدنمارك تأكيد أول إصابة بالمرض في البلاد. نصح خبراء الصحة بالمملكة المتحدة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصابين بجدري القردة بعزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع وتجنب الاختلاط بالأطفال. وحثت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الذين لديهم اتصال مباشر غير محمي أو اتصال بيئي شديد الخطورة على العزلة الذاتية. وافق مجلس النواب على مجمل مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. كما ناقش أيضا مجلس النواب في جلسته العامة عددا من مشروعات قوانين وطلبات إحاطة. نتابع. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالموافقة على مجمل مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافقة. يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. تلا ذلك الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن قرض إضافي لزيادة الأموال المخصصة لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية. احنا بنتكلم على أهمية الاتفاقية في أن الدولة المصرية بتتجه إلى رفع مزيج الطاقة المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة تصل ل 42%، فمثل هذه الاتفاقيات تعزز دور الدولة المصرية، خاصة ان الطاقة المائية والطاقة الكهرباء اللي بتتولد عنها ما بيطلعش عنها اي انبعاثات، فبتكون صديقة للبيئة. هذا القرض بالطبع انه بيمول مكون اجنبي محتاجينه، مش ما عنديش انا، فبالتالي بمول مكون اجنبي، ده مهم جدا. القرض منتج بمعنى ان هو لمحطات تأهيل محطات المياه، خاصة السد العالي
خزان أسوان 1 و2. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مشروع مترو إسكندرية يأتي كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار الكهربي السريع، ويخدم يومياً حوالي 1 مليون راكب، وهذا ينهي عقود طويلة في محافظة الإسكندرية من التكدس المروري وتكدس السيارات وأيضاً التعديات على حرم السكة الحديد. وكان المجلس قد صدق خلال الجلسة على مضابط الجلسات من 25 حتى 30، كما تمت إحالة 33 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية مترو الإسكندرية، حيث أصبح ضرورة ملحة لمواطني الإسكندرية. كما أشار النواب إلى أهمية البوابة المصرية الموحدة في تنظيم عملية الحج. وافق المجلس الموقر على اتفاقية غاية في الأهمية، يمكن يعتبر مشروع استراتيجي لمحافظة اسكندرية ومشروع تنموي كبير. يعتبر مترو الاسكندرية ده حلم كان بيراود كل مواطني الاسكندرية لسنوات وسنوات، وهيحل مشاكل الزحام المروري في اسكندرية وربط شرق وغرب اسكندرية ببعضه. ويمكن يعتبر مشروع مترو اسكندرية من مشروعات النقل المستدام اللي هي صديقة للبيئة. الحقيقة مترو اسكندرية جديد كانت تحتاجه الاسكندرية، خاصة أن المترو القديم كان عبارة عن عربيتين، ومن سنة 58 وأصبح متهالك، أصبح فيه كثافة مرورية وزحمة مرورية كبيرة جدا هناك. حقيقة حتى تعود الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وتنتهي المشاكل المرورية كان هناك هذا القرار. والنهاردة مجلس النواب وافق على هذا القرار، وبنك الأوروبي للإعمار هيبتدي خلال الأيام القادمة إن شاء الله في صرف المبالغ المالية حتى يتم التنفيذ. كان الأساس في هذا النظام هو وضع البوابة المصرية الموحدة للحج، لها تشرف عليها وزارة الداخلية، وطبعا رجال وزارة الداخلية هيدروها بمنتهى الانضباط. والحقيقة هتبقى هي المرجع الأساسي لموضوع الحج، أيضا بالإضافة إلى هناك أدوار لوزارة التضامن وزارة السياحة في هذا الموضوع. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد حرص مصر الدائم على نهج الشراكة في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمويلها مع كافة ممثلي شركاء التنمية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر من أجل تمويل مستدام للتنمية. تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية، والذي يستمر على مدار يومين وبحضور عدد من الوزراء والاقتصاديين من أجل بحث فرص التمويل البديل بما يحقق الأهداف التنموية والمناخية. احنا اطلقنا معايير الاستدامة البيئية، وزارة التخطيط مع وزارة البيئة الحكومة المصرية اعتمدتها منذ اكثر من عام، عشان دايما الوزارات تراعي دايما معايير البيئية في مشروعاتها. احنا بنتكلم على 336 مليار مشروعات خضراء في خطة العام المالي القادم، دي تصل نسبتها الى 40% من استثمارات الدولة. المؤتمر يناقش عددا من الملفات الهامة كتمهيد الطريق لفرص استثمارية جديدة، وذلك عن طريق عرض تجارب من افريقيا، بالاضافة الى دور صندوق مصر السيادي في تمويل التنمية المستدامة، هذا إلى جانب استعراض خارطة مصر لطريق التمويل البديل. يسعد الولايات المتحدة المشاركة في هذا المؤتمر اليوم حول التمويل البديل، نظرا لأهميته لمصر ودور الولايات المتحدة في دعم الاقتصاد المصري. الولايات المتحدة شريك قوي، اقتصادي قوي لمصر على مدار 40 عاما، قدمت أكثر من 80 مليار دولار، منها 30 مليار في المساعدات الاقتصادية و50 مليار في المساعدات العسكرية. خطوات تتخذ بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إلقاء الضوء على فرص التمويل البديل بما يلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد مستقر ومزدهر. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.
وعودة لمنتدى ديفوس، حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع مبعوث المناخ الصيني شي شينهوا على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة ديفوس السويسرية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري أشاد خلال اللقاء بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ، معربا عن تطلع مصر لمواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بجلاسكو العام الماضي. مشاهدينا الكرام، ومن أخبار السياسة عالميا ومحليا إلى أخبار الاقتصاد أيضا عالميا ومحليا. نعم، إلى زميلتي حكمة عبد الحميد. أهلا بك حكمة. شكرا أميمة. شكرا نهى. وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة التاسعة. ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندا المنشاوي الاجتماع الأول للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بالمجلس. وفي مستهل الاجتماع أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل من خلال الوحدة الدائمة على بذل كل الجهود الممكنة، ذلك من أجل الإسراع بإصدار التراخيص المطلوبة لإقامة مختلف المشروعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس للحكومة بهذا الشأن. وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات الخاصة بأسلوب عمل وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل بالخط الساخن والمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوى الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وإلى البورصة المصرية، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعات طفيفة عند الإغلاق مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. فارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات بذلك عند مستوى 688.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10.462 نقطة، وأغلق عند 10.514 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 0.5%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1.841 نقطة، وأغلق عند 1.843 نقطة، مرتفعا بذلك بنسبة 0.1%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2.771 نقطة، ليغلق عند 2.775 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.2%. نذهب إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.35 للشراء و 18.43 للبيع. سجل اليورو 19.55 للشراء و 19.64 للبيع. وصل الاسترليني إلى 23.7 للشراء و 23.18 للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.99 للشراء و 5.2% للبيع. الريال السعودي سجل اليوم 4.89 للشراء و 4.91 للبيع. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط، حيث أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وقلة الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق. وسجلت عقود برنت عند التسوية 113.42 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 87 سنتا أو بنسبة 77%. سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 110.29 دولار للبرميل، مرتفعة سنت واحد أي 1%. أسعار المازوت تراجعت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى 3.6 دولار للتر. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.48% لتسجل نسبة 8.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أنهت الأسهم الأوروبية جلسة التداول على مكاسب وسط تحسن غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 1.3%، في حين صعدت الأسهم الألمانية بنسبة 1.4%، وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية حوالي 2% في أعقاب صعود أسعار النفط والمعادن الصناعية. زادت أسهم البنوك بنسبة 2.3%. انتهت الوقفة الاقتصادية وعودة مرة أخرى إلى أميمة ونهى، إليكم. شكرا جزيلا لك حكمة. وسط أجواء من البهجة تتواصل اليوم الثالث على التوالي فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين. وللمزيد معنا مراسل التلفزيون المصري من القلعة أحمد الحسيني ليضعنا في المشهد. أهلا بك أحمد، إليك. أهلا بك يا أميمة، بالفعل أجواء احتفالية، أجواء جميلة هنا تشهدها أو يشهدها مسرح بئر يوسف هنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي في ثالث أيام فعاليات مهرجان الدولي للطبول التراثية والفنية، وهذا المهرجان الذي يشهد إقبال كبير من الجمهور. يبدو من خلفي موسيقى لفرقة رضا التي صعدت منذ قليل وتقدم أغنيتها الاستعراضية الشهيرة الأقصر بلدنا. فرقة رضا تشارك اليوم في هذه الحفلة أو في هذه الليلة بخمس رقصات استعراضية بدأتها منذ قليل برقصة الأقصر بلدنا. أيضا اليوم بدأ بالفرقة المكسية التي قدمت مجموعة من الأغنيات والاستعراضات والرقصات الاستعراضية لدولة المكسيك، تلاها فرقة أخرى من الفرق المستقلة المصرية وهي فرقة مشوار. واليوم أيضا اليوم الثالث يشهد مشاركة من فرقة حسب الله، وهي تستعيد مرة أخرى تراث فرقة حسب الله التي عشنا على ذكرها. كذلك هناك أيضا فرقة أخرى للطبول النوبية يشهدها اليوم الثالث هنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي. هذا بالإضافة إلى أن مهرجان الطبول يتواصل أيضا ويستمر في مجموعة أخرى من الأماكن التاريخية، من بين هذه الأماكن قبة الغوري وقصر الأمير طاز، بالإضافة إلى ساحة الهناجر وبالطبع شارع المعز الذي عاد مرة أخرى لمهرجان الطبول بعد توقفه العام الماضي بسبب طبعا جائحة كورونا. يعني نحن نتحدث أميمة عن 43 فرقة من مختلف دول العالم، من دول من آسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا، تشارك بفنونها واستعراضاتها ورقصاتها لترسيخ فكرة أن الطبول هي من أجل السلام وليس الطبول. يعني كنا نسمع عن طبول الحرب، ولكن هذا المهرجان يرسخ لفكرة الطبول من أجل السلام، وهذا هو شعار المهرجان الذي أسسه الدكتور انتصار في بداية عام 2013. نستمتع معكم بفعاليات هذا المهرجان وبهذه الأغنيات المستمرة يوميا حتى 28 من مايو أي السبت القادم بإذن الله. إليك أميمة في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني، كنت معنا من مسرح بئر السبع في قلعة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى حكمة عبد الحميد، إليك حكمة. شكرا أميمة، شكرا نهى، وهذه بالفعل الوقفة الرياضية بنشرة التاسعة. يلتقي الزمالك الآن مع أسوان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف. خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة فاركو وضيفه الجونة في الجولة 20 من الدور الممتاز. بهذا التعادل رفع فاركو من رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما رفع الجونة من رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر. أعلن شي.
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن ضم البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب فولهام في أول صفقات الريز هذا الصيف. وسجل كارفاليو صاحب 19 عاماً 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة هذا الموسم، ليلعب دوراً رئيساً في صعود فولهام إلى الدوري الإنجليزي. أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانية عن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير لموسم جديد. وكان عقد نوير البالغ من العمر 36 عاما مقررا أن ينتهي في صيف 2023 ليمدده حتى صيف 2024. وانضم نوير للبايرن عام 2011 قادما من شالكا، حيث شارك مع الفريق البافاري في 472 مباراة بمختلف المسابقات. انتهت الوقفة الرياضية وعودة مرة أخرى إلى أميمة ونها إليكما. ولك جزيل الشكر حكمة. صمم فريق من قسم الهندسة بجامعة كامبريدج روبوت يستطيع التذوق أثناء قيامه بالطهي كي يحدد ما إذا كان الطعام بحاجة إلى إضافة ملح أو توابل من خلال تقليد عمليتي التذوق والمضغ لدى الإنسان. وقام أعضاء الفريق بتدريب مستشعر آلي لقياس درجة الملوحة في طبق من البيض المخفوق والطماطم، ويتحسس مسبار صغير في نهاية ذراع الروبوت أماكن مختلفة داخل الطبق بصورة متكررة حتى يتسنى له إنشاء خريطة شاملة للمذاق. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار الطقس. الأحوال الجوية مع حكمة، تفضل. مرة أخرى وثالثة وأخيرة شكرا أميمة وشكرا نهى، وهذه بالفعل الوقفة مع أخبار الأرصاد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بيسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء مع توقعات بنشاط الرياح. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. بنبدأ بالقاهرة بتسجل 34-20، الإسكندرية 27-19، مطروح 25-17، بورسعيد 28-19، الإسماعيلية 34-18، السويس 33-19، العريش 29-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 34-23، الغردقة 33-23، أما الأقصر فبتسجل 36-22، أسوان 37-23، الوادي الجديد 36-23، شلاتين 33-24، حلايب 31-26. الآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نترك حضراتكم الآن مع لقطة هذا اليوم.
مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في التاسعة، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مدبول يتابع جهود صندوق مصر السيادية في جذب الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. 20 دولة تتعهد بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا، وواشنطن تشدد على مواصلة تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية. إذن التاسعة انتهت كنشرة.